عدنا بعد الفاصل، حصة التاريخ معادها يوم الأربع، أستاذنا المعلم والموجه لهذه المادة الأستاذ الدكتور وسيم السيسي مشرف ومنور. أهلا بيك، شكرا جزيلا. إزي حضرتك يا دكتور؟ أهلا بيك يا أستاذ سامر. الحمد لله صحة تمام؟ تمام الحمد لله. كنا اتكلمنا الأسبوع اللي فات والأسبوع اللي قبل اللي فات عن المسميات وأسماء اللي موجودة في مصر القديمة ومستخدمة حتى الآن، والبعض اللي اختلف منها وأصول بعض المصطلحات وكذا. وأثناء الحديث تطرقنا أنا وحضرتك لموضوع الحب. ده صحيح. وحضرتك مش عارف ليه وأنا بتكلم عن موضوع الحب ده لقيت حضرتك وقتها كده كأني مسيت حاجة جواك في منطقة الحب دي، وقلت لي أنت عارف أن الحب ده هو أسمى قيم ومعاني الحياة طبعا، وأنه الحب قديما عنده أشكال وأفكار وصور وقصص مهمة وحديثا وكذا. فاتفقنا النهاردة الحلقة هتكون عن الحب. قيمة الحب في حياتنا. لا طبعا فيش اي حاجة تنجح في حياتنا الا بالحب. لا حاكم يعني ينجح مع شعبه الا اذا كان بيحبهم، ولا اب مع اولاده الا اذا كان بيحبهم، ولا زوج مع زوجته الا اذا كان بيحبها، ولا لا طلع زوج وزوجته دي شوية يعني خلي دي حالة استثنائية لا هو يمكن بس الحب بياخد صور اخرى صح. يعني مع الزوجة يعني. صح. يعني عنصر الصداقة يبقى قوي جدا ويكبر قوي مع الزوجة انما الاشتعال واللهفة ولا اخره اول اربع انما بيتحول الى صور اخرى صحيح. ويبان بقى هذا كله في الشدة وفي المتاعب، اذا الزوج او الزوجة المت بيها كده ولا كده لا قدر الله يبان بقى هذا صح. كله. انما الحب له ابعاد كثيرة. يعني الحب لله هو ايمان، والحب للناس جميعا هو عمل الخير والحب للاقربين هو الود والمودة، وصلة والحب الرحم. لأقرب الأقربين هو العشق، فله أشكال كثيرة وكل ده حب. صحيح. سلام صحيح. المادة اللي احنا عايشين فيها ده قائم على الحب. يعني لو الحب اللي هو خد اسم جاذبية بين الشمس وكواكبها تضيع في الفضاء العريض. مظبوط. فحب الذرة ومكوناتها لو كانش في حب بين الإلكترونات والنواة بتاعتها يحصل انشطار، حطمنا هيروشيما وناجازيكا بتفتيت الذره مثلا. صحيح. فالحب ضروره طبعا، مفيش شك في هذا. طب الحب ده عباره عن ايه يا دكتور؟ هو ماده؟ هو شعور؟ هو هرمون؟ يعني كيف يوجد الحب؟ هو بيوجد، هو في نظريات في يعني ازاي بنقع في الحب. أيوة. ليه بنقع في الحب؟ أيوة. مثلا في نظريه لواحد اسمه بس كان شغله على الشمبانزي، وقال الحب حتى موجود في الشمبانزي لان ذكر الشمبانزي بيبقى له واحده معينه هو دايما اللي يهواها. الراجل ده اسمه يركس، كويس، عالم من العلماء. جاء سيجموند فرويد وقال احنا بنقع في الحب لان صوره الام، هي بنختار الحبيبه بناء على صوره الام. اتعملت دراسات اتضح ان الكلام ده غير صحيح، وانها نسبه ضئيله جدا اللي هي بيبقى فيها الرجل يختار من هي على شاكلة أم. شاكلة أم. إنما واحد بقى اسمه ألفريد بيني ده له نظرية وهي صحيحة اسمها الفيتشيزم. فيتشيزم اللي هي زي ما تقول التثبيت. طفل صغير أو طفلة صغيرة هو عنده سنة سنتين متشال مثلا، الطفل ده هو واحدة بتحن عليه بتحبه هو بيحبها، ممكن يثبت عنده شكل حاجبها، الفك بتاعها، البرفان اللي هي بتحطه كل ده، طريقة مشيتها، طريقة ضحكتها، كل ده هو ان يتثبت وينسى. بعد كده هو لما يكبر تقابله حاجة بالشكل ده، عطر معين، مشية معينة، شكل معين، تستدعي عنده الحاجات ده اللي يقول لك وقعت فيه ما عرفش ازاي. هي استدعت بالتثبيت القديم في الطفولة بتاعته أو الطفولة بتاعتها فوقع في الحب كما يقولون. مفهوم. في نظرية جاية من ستوكهولم بعد كده هو قالوا لا ده زي ما هناك رسم كهربي للقلب، في رسم كهربي للمخ واسمه الألفا وبيتا وجاما وثيتا، وإن لو إن ألفا قابل ألفا يقع في الحب، الفا يقابل بيتا ما يعني مجرد نظريته بيستفيدوا منها دلوقتي في ما قبل الزواج وفي المفاوضات السياسيه. ده بالنسبه للوقوع في الحب.
بس هو الاكيد يا دكتور رغم كل المحاولات دي، مش عارف بقى هي ناجحة ولا عبارة عن اجتهادات متواصلة من البشر يعني لفهم بعض عوالم الطبيعة، بس الاكيد انه مفيش ديفينيشن او تعريف واضح لكيفية حدوث الحب حتى الان، لانه بياخد اشكال غريبة. يعني تقول مثلا الناس اللي بتحب بناء على الشكل، لا، في ناس بتحب ناس ملهاش علاقة بالجمال، في ناس بتحب طباع معينة، في ناس تحب اللي بينرفزها، يقول لك القط ما يحبش الا خناقه مثلا، وفي ناس تحب بس دي بتبقى بقى الهادي يعني اللطيف، يعني بتبقى اضطرابات نفسيه، ساديزم وماسوشيزم او ليه. طب انما يمكن احسن واحد يعني اراد ان يجد تعريف للحب هو الاستاذ العقاد. العقاد سئل مره يعني ايه هو الحب، فقال انا اعرفه عن طريق النفي احسن من تعريفه عن طريق الاجابه. قالوا له يعني ايه؟ قال لهم ليس بالصداقه، مع ان الصداقه عنصر فيه، لأن الصداقة أقوى ما تكون بين اتنين من جنس واحد، والحب أقوى ما يكون بين اتنين من جنسين مختلفين. صح. والحب ليس بالغريزة، وإن كانت الغريزة أحد عناصره، لأن الغريزة تعم الفرد تجاه يعني أي فرد من الجنس الآخر، بينما في الحب على نطاق التخصيص والتمييز. الغريزة موجود ولكن الإنسان بعينه أو الإنسان بعينه. والحب ليس بالشهوة، لأن الإنسان قد يشتهي من غير ما يحب. والحب ليس بالاختيار. صح. تختار ويختار ويحاول يحب، ما فيش. فوضع بقى إيجابيات أو عناصر للحب، وقال في الحب شيء من الغرور عنصر. صح. ليه بقى؟ اختارته من وسط الآلاف من اللي زيه. أيوه. واختارها من وسط الآلاف من اللي زيه. مفهوم. وفي الحب شيء من الخداع، هي بالنسبة له كل شيء، بينما هي بالنسبة لإنسان آخر لا شيء، وبالنسبة له هو إذا ضاع الحب بلا شيء. أيوة صح. صح. وقال برضو إن في الحب يعني قول أي حاجة. ففي النهاية العقاد أستاذنا العظيم طبعا وصل إلى قال كل حاجة مش حب، بس ما قالش الحب. لا، ما هو بقى يعني قال كل حاجة مش حب. لا، عرفه بقى بأنه ما تقولش عاطفة الحب، قول عواطف الحب. عواطف الحب. عواطف ليه بقى؟ لان في الحب تجد هو بالنسبه للعقاد تجد في حنان الابوه، وفي موده الصديق، وفي الاثره، وفي الايثار، وفي الاضطرار والاختيار، وفي 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 الحاجات دي. فعشان كده عواطف الحب قويه جدا اذا تقابلت مع عاطفه واحده على انفراد. مجموعه عواطف فيها كل شيء. أيوه. وبتقابله بعاطفة مهما كانت، لا يا بنتي ده ما ينفعش، مش عارف ايه، انا ليا صديق بي. بس انا مش عارف، انا بسأل سؤال ما عنديش معلومة، بس بعض التفسيرات بتقول انه الغريزة اللي هي الغريزة الشهوة يعني بتبقى عامل اكبر شوية من باقي العوامل، بدليل انه الحب في البداية بيبقى فيه اوج اشتعاله وفي ذروته، لانه الغريزة ساعتها بتبقى شغالة، والشهوة من الجنس تجاه الجنس الآخر بتبقى في أعلى حالاتها، ثم بعد كده الموضوع الغريزة ده بعد ما يتم إشباعها بتقل درجتها كذا، وتجد معاها الحب بيقل بشوية بشوية بشوية، هو ما بيقلش، يتحول بقى زي ما حضرتك تفضلت إلى عشرة، إلى صداقة، إلى مواد. بالظبط كده، هو بياخد عوامل أخرى، بياخد أشكال، بدليل إن هو يعني حين يتحول بهذا الشكل ويبدو أن الوهج ده إلا إن هو على استعداد، على استعداد أن يضحي بعمره وحياته للي اختارها. فعلا؟ طبعا. ده في البدايه بس. لا، مش في البدايه، ده في النهايه. ده يمكن في البدايه ما تكونش بالشكل ده. يا سلام. لان طبعا، انما هي بعد عشره طويله بالشكل ده، هي بتبقى بالشكل ده. المهم سؤال لطيف توجه للعقاد، الحب مصيبه تتقيها ولا امنيه تتبناها؟ قال لهم مصيبة واجبة الاتقاء إذا كنت تحمل به نفسا تريدها وهي لا تريدك، ولكنه أمنية وعزيزة المنال إذا كانت الروحان متجاوبتان هما في سهوة من سهوات العمر والأيام. فده رأي العقاد في كلامهم وأفكارهم وتعبيراتهم. من أجمل البحوث العلمية اللي اتعملت في الحب، واحدة اسمها مارغريت أورورك طلعت كتاب اسمه التغيرات البايوكيماوية التي تحدث أثناء الحب. بايوكيماوية. وقالت الكل، قال انت بتفقدي مستقبلك العلمي بالطريقة دهيا، ولكن انا دلوقتي اصبحت الاثوريتي الوحيدة في العالم، كل الناس كلها بتلجأ لي. ايه بقى؟
ابتدت تقارن بين المحبين تحاليل بايوكيماوية والغير المحبين، فطلعت بالآتي أن اللعاب بتاع المحبين نسبة حاجة سمتها سليفر إيمينو جروبلنز اللي هي أجسام المناعة عالية جدا فيهم، لدرجة أن إذا واحد من المحبين جاله دور برد قصاده 7 من غير المحبين بيجيله، والسبب في هذا أجسام المناعة العالية في اللعاب بتاعهم. وجدت أن المحبين عندهم مادة بتفرز اسمها بيا، PEA. PEA دي 3 حروف لمادة كيماوية اسمها فينايل إيثايل أمين، تجعل صاحبك أنه يسير فوق السحاب، خيوط الجاذبية تقل من تحت رجليه، يطلع السلالم 2-2 زي عبد الحليم ما بيقول لك. كلام حضرتك ده فكرني، رغم ان كلام حضرتك علمي تماما، بس فكرني بالمشهد اللي كان في الفيلم، اعتقد بتاع فيلم جري الوحوش، لما نور الشريف كان عايز يخلف وخد الطرلوب من محمود عبد العزيز، وحسين فهمي جاب له البنت الصغيره عشان يتجوزها، فالبنت كانت باحثة كيمياء اعتقد او فيزياء حاجه كده، فهو بيكلمها رومانسيه بيقول لها كلميني عن القبله، فقالت له القبله عباره عن هيستودرومين وكروموكين ولعاب فيه، لا بس قفلتيني من الحب والقبلات للابد. وجدت ماده تانية كمان غير البيا اللي هي الامفيتامين. الامفيتامين بتسد الشهيه في حاله الحب، وعشان كده هو يعني وصلت الى ان بروبلي هناك عوامل كثيره للسمنه، انما من ضمنها غياب الحب في حياه هذا الانسان السمنه. غياب الحب لان الحب بيسد النفس، يعني بيدي ماده امفيتامين بيديله ما يكفي، انما احساس الانسان اللي ما فيش في حياته حب عاوز يعوض هذا الاحساس فيقوم يعوضه في الاكل. وجدوا كمان حاجه مهمه جدا، ان المخ بيفرز ماده اسمها اندورفين شبيهه بالمورفين، وهذه الماده بتعمل حاجتين. تعود، السيده ام كلثوم تقول عودت عيني على رؤياك، صحيح، نوع من الادمان. والحاجة التانية تجعل الحبيب يتحمل من أجل المحبوب ما لا يخطر على البال، يعني حبيبه أو whatever he is يعني أو she is، بنته حبيبته مش عارف، يدخل النار عشان يقدر ينقذها إذا كانت في النار. صح. وإحنا هنروح بعيد ليه؟ ما الريحاني ما بيقول له عشان كنت يدخل النار ولا أحجتتي. صح. وانشوي وانكوي وأقول يا دهوتي انكوي بالنار ولا أحجتتي. جسمه مليان مورفين، جسمه مليان اندورفين، ماده مخدره ما تخلوش يشعر باي حاجه. فدي الماده دي وجدتها عاليه عند المحبين. وجدت ماده اخرى اسمها البيتوسن. وبعدين اهم حاجه بقى وجدتها، ان جهاز المناعه، وجهاز المناعه مكون من نخاع العظم زائد 800 غده لمفاويه زائد الطحال زائد غده ثايموسيه جنب القلب، كل ده اسمه جهاز المناعه. النخاع لوحده طلع 800,000 كرة دموية بيضاء كل 60 ثانية. دي بتبقى في الحب زي ما هي، يعني حاجة جميلة قوي. في غياب الحب عند الغير محبين أو في الحزن الشديد بتنزل ل200,000 في الثانية. ومن هنا الأمراض تهاجم الإنسان في حالات الاكتئاب والحزن، بينما حتى إذا مرض وحالته النفسية تبقى عالية تبص تلاقي يستطيع أن يتغلب. يعني أنا إن نسيت لا أنسى سيدة فحصتها بعد كارثة ببضعة أيام ورم في الثدي، بعد 45 يوم اختفى مع إنه كان في حجم كبير زي ده. دي يعني في حياة العملية ما انساهاش أبدا. بسبب حالتها النفسية اتحسنت بقى في العزاء والناس وبتاع والآخر، إنما في ظرف 3-4 أيام إن يظهر ورم بالشكل ده، يعني دي إيه؟ وانا قلت لها يعني ده من زمان موجود، قالت لا 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 ده ظهر يا خبر ابيض، واللي يؤكد فعلا انه ظهر ان بعدها ب 45 يوم كان اختفى. هنروح لفاصل يا دكتور قوي، بعد الفاصل نرجع نشوف بقى كيف كانوا يحبون في مصر القديمه. الله. عدنا بعد الفاصل، اتكلمنا عن الحب وأهمية الحب وجهود البشرية عبر الأزمان لمحاولة تفسير وتعريف الحب وأسبابه وكيفية الوقوع فيه، وفي حاجات اقتربت وفي حاجات بعيدة، لكن الأكيد ان احنا لسه ما مسكناش تعريف محدد للحب. لكن الأكيد كمان انه المصريين القدماء أجدادنا العظماء
زي ما اكتشفوا كل حاجة وزي ما اخترعوا كل حاجة وزي ما كانوا اول حاجة في كل حاجة، هم اكيد اول من عرفوا الحب وعبروا عن الحب وخلدوا الحب. تمام. هو الحضارة بتاعتهم دي قامت على يعني دعامتين، القانون من ناحية والحب من ناحية تانية. الحضارة المصرية، الحضارة المصرية القديمة. وعشان كده حتى تعبيراتهم، يعني تصور ما واحدة تحمل، ما تقولش أنا حملت، تقول لقد أعطاني زوجي بضعة من قلبه، اداني حتة من قلبه. دي كده لما الست تقول انا حملت او ان انا بقيت حامل، ما تقولش انا بقيت حامل، تقول اعطاني، يعني معناها كده حملت. لما تقول اعطاني زوجي حته من قلبه معناها كده انها حامل. يا سلام على الرقه والمسيح. شوف الرقه، شوف الحضاره في التعبير. صحيح. يعني القانون حمل المراه الى حد كبير جدا، واصبح الحب لا حدود له بالنسبه للرجل وزوجته. ده مره واحد يعني عندنا برديه، الزوجة توفت، فوجدنا رسالة من الزوج بيقول لها لقد فارقني الحظ السعيد منذ أن فارقتني، ويبدو أنني أخطأت في حقك دون أن أعرف، ولكني أذكرك أني طالما قدمت لك الطعام والشراب العطور والزهور، فأرجوك اصفحي عني إذا كنت أخطأت في حقك حتى يعود إلي الحظ السعيد. يا سلام. الى هذا الحد، وحطت لها الرساله، ويعتقد ان هو الحظ السيء لانها ممكن تكون زعلانه منه وهي في العالم الاخر، فيقول لها سامحيني عشان الحظ السعيد يرجع مره تانية. ورسائل الحب بقى لا حدود لها في البرديات. واحد يقول لها انا اوصي النجار ان يعمل المزلاج اسهل سهل عشان اقدر افتح واجيلك، اللي يقول لها هتحدى التماسيح واعبر النهر عشان اقدر اجيلك، اللي يقول لها انا هتظاهر بالمرض حتى عشان انت تيجي وتزوريني. يعني قصائد الحب ومشاعر الحب لا حدود لها. يعني صحيح صحيح. وكانوا بيحاولوا طول الوقت ان هم يجسدوها ويخلدوها على جدران المعابد. طبعا طبعا. لا ده يكفي ان نفرتاري وهي الزوجة المبجلة الاولى بالنسبة لرمسيس الثاني كاتب لها ويقول لها يا من تشرق الشمس كل صباح من اجل وجهك، من اجل جمالك، من اجل يعني الشمس بس بتشرق عشان هي اول الاخر يعني. يا سلام. بس هم بيتجوزوا، كانوا بيتجوزوا ساعتها يعني الحب عندهم كان كل 3 ايام. لا مش للدرجه دي، ده بالنسبه للملوك. وطبعا كان يعني رمسيس كان عنده قد كده، انما بالنسبه للشعب الزوجه الواحده. معقولة؟ من حقه ان يتزوج اكثر، انما عموما كان الزوجة الواحدة. لكن الملوك هم اللي كانوا بيكثروا الملوك من الزواج. هم اللي كانوا طبعا على اساس طبعا حاجة يعني. انا بيحضرني الان قصة رائعة جدا لجان بول سارتر، خدت اوسكار وخدت القصة دي اسمها لقد تمت اللعبة. عن الحب برضو؟ عن الحب. ويمكن ما تكتبش عن الحب في قصة من قصص زي القصة دي. اقولها لك في دقائق. تفضل. قصه دهيا سماها لقد تمت اللعبه بناء على لعبه الرولات. كل واحد يختار رقم ولك الحق. لعبه الرولات دي بتاعت القمار اللي هي الدايره الكبيره الرقم دي. كل واحد بيحط مراهناته على رقم ويلفه، وبعد كده من حقك تغير. انما اذا صاحب اللعبه قال لجويسون فات تمت اللعبه، مش من حقك بقى تغير. صح. خلاص لعبه والكرة تدور وتقع في المكان صاحب الرقم يعني وتبدأ. مظبوط. إيف شارلي هي زوجة رجل أرستقراطي رأسمالي رهيب في فرنسا. كويس. الست دهيا تعبانة وعيانة، جوزها يدخل ويديلها دواء تحس براحة شديدة جدا، تقوم عشان تشكره، تتجول في أنحاء القصر فتفاجأ بأنه بيحتضن واحدة من بنات القصر. تصرخ في وشهم ولا اخرون حد يستجيب ليها، ما فيش. فاستغربت ورجعت السرير، فوجدت نفسها على السرير، فعرفت انها ماتت وان الذي كان يتجول هو روحها. وصوت في ودنها اتجهي الى دار تسجيل الموتى. خرجت، اي حد تكلمه ما حدش يسال عنها لانهم احياء، لغايه ما قابلت واحد بتكلمه رد عليها فعرفت انه ميت. روح زيها. روح زيها.
انت مين؟ قال انا بيير دوما. ايه الحكايه؟ قال انا زعيم الاشتراكيه، وهي دي زوجة رئيس يعني زعيم الرأسمالية، ستة ارستقراطية جدا. ايه الحكاية؟ لا كنت بخطب في العمال وبعدين واحد طلع ضربني. ف احنا رايحين فين؟ قال لها دار تسجيل الموتى. راحوا، سيدة سمينة جدا كده، بيير دوما انت مت مقتول، ادخل. ايف شارلي انت مت مسمومة، جوزك سمك، ادخلي. دخلوا ناس كتير قوي، ابتدوا يتكلموا مع بعض، حسوا بعاطفة الحب، نشأ حب كبير بينهم. وبعدين جت اللحظة اللي يقبلوا فيها بعضهم البعض، فكانت قبلة ميتة باردة لا طعم لها. استغربوا، لقوا واحد بيخبط على كتف بيير، قال له أنا محامي هنا، أنتوا ما تشعروش بأي متعة في الحب هنا لأن حبكم ما بدأش في الأرض، إنما القانون 114 من قوانين السماء يديكم الحق في العودة. إذا قدرتوا تثبتوا إن كنتوا بتحبوا بعض 24 ساعة تمد لكم في أسباب الحياة 100 سنة، وبعد كده ترجعوا تكملوا هنا وتبقى حاجة جميلة جدا ورائعة جدا وكل حاجة كده. من حقنا نرجع؟ روحوا للمسجلة قول لها 114. راح 114، قالت لهم المحامي اتفضلوا. فركت عينيها لقيتهم بيعيطوا وبتاع، احنا افتكرنا انك متي، انا بقالي قد ايه؟ ثواني. فعرفت ان الزمن على الارض غير الزمن في السماء، هو برضو افاق وبتاع. المهم راح غير هدومه على القصر الشاتو بتاعت ايف شارلي، الكارت بتاعه عرفاه، اخي اتفضل. قالت له عشان نتاكد انا هقول حاجه وانت تكمل، قانون 114 نسبه ان احنا نحب بعض، قال لها 24 ساعه تمد لنا في اسباب الحياه قد ايه؟ قال لها 100 سنه. حكايه صح. قامت ولبست عشان يخرج، جوزها قال لها فين؟ قالت له ارجع عشان انا عارفه انت كنت فين للي انت كنت معاها قبل كده. المهم خرجوا هما الاثنين، حبوا يحتفلوا، راحوا ماكسيم المطعم المشهور قوي ده هناك، رقصوا كانوا سعداء جدا، واذ بثوره عارمه ومظاهرات كبيره بره ماكسيم لما لقوا زعيم الاشتراكيه بيراقص زوجة اكبر رجل راس مالي. فهتافات، يسقط زعيم الاشتراكيه، يسقط بيير دوما، يسقط يسقط. قال لها مستقبلي السياسي راح، اسمحي لي ساعه واحده افهمهم ان انا اكتسبتك للحزب بتاعنا. قالت له وانا كمان بغلي عشان خاطر جوزي واللي بيعمله بتاع، ساعه واحده وارجع. راح وهتف، حملوه على الاعناق، لفوا بباريس، راحوا للمجلس الوزراء اللي هيبقى فيه ومش عارف ايه. هي راحت معركة كبيرة، الاساس اتكسر بتاع، 24 ساعة عدت ودي بتتشاكل وهو عمال في مجده طبوا ميتين. مشيهم رايحين للمسجلة حزانة، من فضلك ادينا مهلة تانية احنا ما قدرناش. فليت له بيير دوما انت ضيعت اعظم ما في الوجود، اعظم قيمة وهي الحب، في مقابل حفنة من تراب اسمها المجد الزائف واسمها الشهرة واسمها وزارة واسمها واسمها، وانت ضيعتي اعظم ما في الوجود وهو الحب من اجل معارك سخيفة. خلاص واحد خانك سيبيه واتجهي بقى للحب العظيم اللي انت هتكملي بيه. انتما لا تستحقان الحياة، من فضلك. وركع وبكوا وبتاع، نو مدام نو مسيل جوي سون فات، لقد تمت اللعبة، ما تقدرش ترجع تاني. فجان بول سارتر لخص الحب في ان احنا بنبيع اعظم قيمة في مقابل تفاهات، ثروة، شهرة، مجد زائف، مش عارف ايه، بينما يجب الذي يجب ان نبحث عنه. وده اللي قاله الدكتور محمد حسين كامل، قال الانسان ربما لا يحس بالحاجة الى الحب لكن حياته تضطرب اضطراب شديد جدا من غير هذا الحب. جوي سون فات، لجوي سون فات، لقد تمت اللعبه، ما تقدرش ترجع تاني. خلاص انتوا اخترتوا، انت اخترت المعارك. حد ينولنا بس قانون 114 ده. نعم قانون 114. قانون 114 شرفت ونورت يا دكتور، دايما ممتع ومفيد وجميل في الحكي وفي القصص وفي المعلومات. شكرا جزيلا. نراك الاربعاء القادم على خير ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا.